اسأل قلبك قبل ما تسأل إيه غيرني. فعلية اليوم هي بمناسبة يعني جمعت مناسبتين، هي تكريم للأيتام ومناسبة عيد المولد النبوي. فحبت الجمعية أنه تجعل هالفعالية هاي مشتركة ما بين هالمناسبتين هدول، تكريم الأيتام وتكريم المعاقين اللي موجودين عنا بالجمعية، بس لإدخال الفرحة والسرور لقلبهم إن شاء الله تعالى. قمنا بهذه الفعالية تكريم الأيتام، وأدخلنا مع الأيتام قضية المميزين اللي هن ذوي الاحتياجات الخاصة، واللي أطلقت عليهم بفضل الأول المرة الأولى بأنهم أطفال مميزين، الله سبحانه وتعالى اختصهم بشيء لكي يكون عندنا تميز في التعامل مع هؤلاء. سيكون هناك مسرحية، وسيكون هناك قصائد إنشادية تجمع بين المسلمين والمسيحيين على حد سواء، لنزرع في نفوس أطفالنا أن دين الله سبحانه وتعالى والوطن للجميع، وأن نعلمهم قضية التعايش واللحمة الوطنية. هاي الفعالية هي لحتى نورجي للمجتمع مواهب ذوي احتياجات خاصة وتقبلهم بالمجتمع وعدم تهميشهم، ولحتى كمان هيك نشوف نزرع البسمة بقلوبهم. فرحنا وبسطنا، حبيتها كتير انه شو اسمه رقصنا ولعبنا. مبسوطين هلا وعم نشارك بالرقص وكل شيء، يعني عم يعطونا هدايا وعم بيساعدونا. جيت لهون عم يوزعوا لنا هدايا ومبسوطين كثير. مشان انبسط مشان نشوف يصفونا امهاتنا. ما احلى ان نعيش في خير وسلام، في خير وسلام. ما احلى ان نكون في حب ويام، في حب ويام. لا شر يؤذينا، لا ظلم يؤذينا، لا شر يؤذينا، لا ظلم يؤذينا. والدنيا تبقى آمال للجميع، والدنيا تبقى